السلام عليكم الحبوبات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومح عليكم. توحشتكم بزاف 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 بزاف. عرفتي قداش هذيك بزاف قاد هكا ما نعاود لكم شكلاتي غير نسميتو نهبط الزاج مع عندنا السخانه بالجزائريه وعندنا الحراره بالمغربيه. توحشتكم بزاف والله العظيم، وانا راني فرحانه وعندي واحد الكوراج كبير انني نرجع عليكم، وسيرتو انكم كتدخلوا عندي في البريفي وكتسولوني ياك لاباس هاجر، شنو عندك هاجر، شنو هذا شنو هذا. انا من هاد لا فيديو هذا بقوت ما توحشتكم، بقوت ما باغا نقول لكم نعاود لكم شنو طرا ليا، بقوت ما انني باغا زعما جو سوي اكسيتي انني ندير ان فيديو اللي نوضح لكم اشنو عندي، لان لا بليبار فيكم خاف عليا. البنات انا بصحيحتي الحمد لله ما عندي ما عندي حتى شي حاجه الحمد لله. هاد الساعه كان عندي شويه ديال المشكل اللي غادي نشرحو لكم دابا، هو ماشي مشكل شويه، هو زعما شي حاجه ديال المورال. كان ما كانش عندي المورال، كنت حاسه بواحد الاكتئاب. ايها البنات شكون اللي قال ان هاجر راه غيجيها شي نهار الاكتئاب؟ انا كنت كنسمع البنات اون فوا كيجيو للغربه ما كيلقاوش لومبيونس، ما كيلقاوش لا فامي ديالهم، كيكونوا بعيدين على لا فامي ديالهم، كيحسوا بالوحده. ديك الروتين اللي كان في البلاد ماشي هو نفس الروتين، ديك الشعبيه اللي كانوا عايشينها في البلاد ماشي ما لقاوهاش هنا. يعني في الشهور الاوائل كيحسوا بواحد الاكتئاب. انا لا، انا في الشهور الاوائل ما حسيت حتى شي حاجه، يعني العام كامل وانا ما حاسه بحتى شي حاجه. حتى لهذا العام هذا حسيت بالاكتئاب الحاد البنات، ولكن الحمد لله بجهد صدر ربي الحمد لله تغلبت عليه بشويه بشويه، راني تغلبت عليه. كيفاش البنات غادي نشرح لكم، غتقول لي وكيفاش عرفتي انك عندك الاكتئاب؟ كيفاش عرفت البنات انني عندي الاكتئاب والحاد كاع؟ هو انني ما كنبقيش كنبغي نسمع الصوت ديال البنادم، ما بقيتش كنبغي نخرج، ما بقيتش كنبغي نشوف التلفازه، ما بقيتش كنبغي نسمع الموسيقى، لان هذه انا الحوايج اللي عزازين عليا ما بقيتش كنبغي نسمعهم، ما بقيتش كنبغي نهز طوموبيلتي ونخرج ونمشي لهنا ونمشي لهنا. ياك ما على ود كورونا يمكن دارت لي حتى هي هذا الشيء، زعما ماشي انا اللي فيها كورونا، مي بقوه الكونفينمون حتى هو يمكن زادني. الضغط اللي كان عندنا في الخدمه يمكن حتى هو داخل في هذا العامل هذا ديال الاكتئاب. وليت كنبغي نعيش في بوحدي، يعني ما نجلس مع حتى شي واحد، لا مع ولدي لا مع راجلي لا في الواتساب. كانوا لا فامي ديالي في المغرب كيقولوا لي ما كتدخليش الواتساب 3 ايام 4 ايام خفنا عليك، سيرتو انا كنت مولفاهم انني نبقى نشوفهم، نبقى نعيط لهم ابيل فيديو شاك جور. يعني ما بقاوش كيشوفوني، يعني انني كندخل الواتساب كيقولوا هذه مالها هذه مالها، وها مالي انا وليت كنحس بانني خاصني نبقى جالسه في الضو. تخيلوا العماره ملي كنطلع ليها ما كنبغيش نشعل الضو، كنخرج مع جوج الليل كنطلع في الظلام، ما عرفتش شنو هذا الشيء اللي جاني فرونشمون. ولكن من دخلت لجوجل وبديت كندير لي ريغوشيرش الابحاث ديالي لقيتو بانه راه الاكتئاب. وليت كندخل لاشومبغ ديالي وغير كنعس، ما كنشعلش الضو حتى شي حاجه، وليت كنبغي صافي نبقى غير بوحدي. وليت المهم شي حوايج اللي كون بقيت غاده في هاد الطريقه بقيت زعما هاد الشيء فيا واحد المده طويله، يعني تقدر طرا لي شي حاجه قياس الخير اكثر واكثر. من الحمد لله وصلت واحد الوقيته كتفهموني بعدا حيت كنزال في الهضره، وصلت واحد الوقيته جلست مع راسي وهادشي ما عاودتو حتى شي واحد، يعني من لا فامي ديالي من الكبير الصغير من لي زامي ديالي اول مره غادي يسمعوا هاد ليستوار في هاد لا فيديو هذا. يعني من تما غادي تعرفوني علاش انا ما بقيتش كنعيط لكم، علاش ما بقيتش كنسول حتى شي واحد، علاش ما بقيتش كندير الفيديوهات، علاش ما بقيتش كنجاوبكم الناس بزاف في الانستغرام، ما بقيتش كنجاوب على لي كومونتير. سمحوا لي بزاف الكانه ما كانش عندي زعما بزاف بزاف. ديك هاجر اللي كنتو كتعرفوها شحال هادي ماشي هي ديال هاد لا بيريود اللي دوزت، يعني ما فرونشمون ما كانش عندي، كنت واحد اخر ما عليناش.
ولكن كيفاش حاولت نخرج راسي من هذا الاكتئاب هذا. دويت مع راجلي قلت له انا كنحس براسي ماشي هي هذيك، يعني كنحس بها شنو. هو يقول لي قال لي زعما حاولي تبداي تخرجي، حاولي ديري ديك لي زاكتيفيتي اللي كتبغي، حاولي هذا. قلت له انا علاش زعما كنسمع الناس ملي كيكونوا عندهم هاد لي ديبريسيون او الاكتئاب كيكونوا كيشوفوا شي طبيب نفساني ولا شي حاجه وندير معاه دي سيونس ربما نكون انا محتاجه لهذا الشيء. قال لي شوفي يا جار، الا مشيتي عند شي طبيب نفساني ما غادي تخسري فلوسك وما غتستافدي حتى شي من حتى شي حاجه. الطبيب النفساني انه غادي تمشي لعندو وغادي تبدا تعاودي له شنو عندي شنو عندي وما غادي يدير لك حتى شي حاجه. يقدر يعطيك دي تريتمون اللي غادي اللي اثر عليك، يقدر يعطيك دي تريتمون اللي غادي تولي انتيا مدمنه عليه، يقدر المهم يقدر يعطيك شي حاجه اللي ما غاديش تناسبك انتيا. عندك الحل الوحيد هو انك حاولي تعاوني راسك براسك، حاولي وانا معك، فهمتيني؟ يعني قال لي حاولي تخرجي راسك براسك وانا معك. اول حاجه غادي ديريها غادي تعاودي اشنو عندك، غادي تجلسي مع راسك وتقولي علاش انا وصلت لهاد لوكا، علاش انا وصلت لهاد المرحله هادي. داكشي اللي درت انا، جلست مع راسي بديت كنقول انا علاش وصلت لهاد المرحله، شنو اللي ما عجبنيش في الحياه ديالي، يعني انا السبب اللي خلاني ندخل في لا ديبرسيون، يعني ما جاتش نزلات لعندي غير هكاك وصافي، نو كاين شي سبب. والسبب اللي جلست مع راسي ولقيته انني شي حاجه في حياتي ما عجبانيش، فوالا شديت واحد الورقه وشديت ستيلو بديت كنكتب هالي ما عجبنيش هالي ما عجبنيش هالي ما عجبنيش هالي ما عجبنيش، فوالا كتب ديك لي زيليمون اللي ما عاجبنيش. فكرت قلت شنو خاصني نديرهم باش يوليو عاجبيني، سوا خاصني اميليغوهم سوا خاصني نبدلهم. بديت بالخدمه هي الاولى، لان الخدمه ماشي النيفو ديالي انا اللي غادي نخدم في لوزينات ونخدم في داكشي، يعني انا ماشي كنت خدامه في خدمات واعرين في المغرب، داكشي علاش ما بغيتش ما تقبل عقلي ما تقبلهاش، يعني نخدم في واخا كيخلص مزيان وهذا ولكن عقلي ما تقبلهاش. يعني لقيت الحل ديال الخدمه انني غادي نزيد فواحد لا بيريود غير واحد شويه وغادي نحبس من ديك الخدمه وغادي نولي حتى انا ندير ديك ليستوار اللي كيديروا لا بليبار ديال لي زيترونجي هنا كيخدموا 6 موا ويخدموا 6 موا وها لا باي خلاتها ميمي وبخير الحمد لله، فهمتيني؟ يعني انا باش نخدم توت ما في فلوزين ولا نديباسي ان اون فلوزين نو، ما هذا العامل الاول اللي دار ليا ديبرسيون. العامل الثاني اللي ما عجبنيش هو انني عايشه في ابارتمون عندي وليد اللي اكتيف اللي خاصو يجري كل ساعه كنقمعو كنقولو لا ما تجريش لا ما لا ما تسميتوش لا نقص التلفازه لا ما تغوتش لا هذا. كنبقى نفكر كيبقى فيا ولدي كنقول انا ولدي ما خاصوش يبقى عايش في ابارتمون، خاصنا نمشيو نشوفو شي دار. يعني دابا انا كنحاول ندير باش نمشي نشوفو دار وما نبقاوش في الابارتمون، يعني ها هو العامل الثاني اللي دار ليا لا ديبرسيون هو ديال الابارتمون. العامل الثالث هو شي حاجه اللي خفيفه، يعني كنلقى زعما ما كنتفاهمش مع عباد الله، كنبقى نفكر كنقول واش عباد الله هما خايبين وانا زوينه، واش انا اللي زوينه وعباد الله خايبين، يعني بحال هذا الشيء اللي خلاني انا ندخل في هذا لا ديبرسيون اللي خلاتني فريمون اللي نعيش واحد ما عرفت واش شهر ولا شهرين ولا ما عرفت شهرين ما عقلتش بالضبط تلمو انها دازت عليا كحله ما بغيتش نبدا نفكر فيها. داكشي علاش انا دابا حاولت نشجع حاولت ندير لكم فيديو نشرح لكم فوالا انا راه باقا معكم راه باقا كاينه في اليوتيوب، غير عشت واحد لا بيريود اللي ما قدرتش نوض، يعني انا خاصني شي واحد اللي جاني خاصني شي واحد اللي نوضني، مي مالوغوزمون ما كاينش زعما ما عندي حتى شي حد هنا اللي غادي يشد ليا بيديا ويجرني وينوضني. عندي واحد صديقه وحده الله يخليها ليا والله يفك على خير، اللي انا غادي تولد اليوم الله يفك على خير وترجع لينا سالمه غانمه، يعني حتى هي كدوز واحد لا بيريود اللي قاصحه عليها، يعني انا واخا محتاجه ليها وهي محتاجه ليا فهاد لا بيريود حتى هي اللي غادي تولد، يعني ما قداش انها تكون معايا وتجي تخرجني ودير ليا وهذا، يعني دابا ما يعني نخليوها هي فهاد يعني وراجلي لا بيريود اللي
ان اللي كيكون هو ماسح كنكون انا خدامه، يعني شدينا واحد البلانينغ، هو هو كيخدم في البلانينغ مخالف عليا باش ولدي يبقى حاضر واحد فينا. يعني انا كنت خدامه انا كيخدم هو، داكشي علاش ما كنتلاقاوش، داكشي علاش ما كيخرجنيش ما كنخرجوش، داكشي علاش. ولكن قلت انا دابا ما غنتسناش انا شي واحد اللي غادي يخرجني من هاد القوقعه، هاد الاكتئاب اللي كنقول لي انا فريمون اكتئاب الحد. ما كاينش اللي خرجني الا ما خرجنيش راسي. داكشي علاش قلت اليوم نتشم راسي، ندير ليهم لا فيديو، نشرح ليهم اشنو كان عندي، ونخرج نقول لراسي هاجر راكي انتي واحد الانسانه اللي قويه، وكاين بزاف اللي واخدينك كقدوه ليهم. ما خاصكيش تضعفي، ما خاصكيش تبقاي غاده في الهاويه، لان بقيتي في غاده في الهاويه غادي تطيحي الارض. قولي اللهم اني توكلت عليك يا صديق ربي، وخرجي ان شاء الله ربي غادي يعاونني ان شاء الله، وحتى نتوما غادي تعاونوني بالدعاء ديالي، الدعاء ديالكم، الدعاء ديالي، الدعاء ديالكم ليا. وهنا معكم وما نطولش عليكم في الفيديو، والله العظيم انا فرحانه انني درت لكم في هذا الفيديو. وان شاء الله غدا غادي نحط لكم فيديو انني مشيت للسوق وشريت شي حوايج ونبارطاجي معكم ونبقى غاديه معكم ان شاء الله بدرجه بدرجه. وكنطلبكم طلب واحد، الله يخليكم، حاولوا تبارطاجيو ليا قناتي، حاولوا زعما تفرقوا قناتي لي زامي ديالكم لا فامي، باش تشجعوني حتى انا نبقى ندير دي فيديو كل نهار ان شاء الله. وها نتوما معايا ومح عليكم، والله العظيم ملي كنشوف وجهي في هذه الابتسامه هذه كنقول الله حمدك يا ربي وشكرتك، لانني انا هذه الابتسامه هذه فقدتها مده شي ايام اسبوع اسابيع وما فقدتهم. من دابا انا فتحت لكم غير سميتو غير الكاميرا، وانتم ولفتوها جار انها ديما ابتسامه ديالها في وجهكم، ديما ضحكه في وجهكم، داكشي علاش ما بغيت نضحك في وجهكم. وكنتمنى ان هاد الابتسامه تبقى ديما معايا. يلا ما عليكم وكنحمق عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.